العابر في الشوارع اللبنانية يلحظ دينامية الاستحقاق الدستوري عبر اليافطات الانتخابية التسويقية للأفرقاء السياسيين، شعارات ترافقك أينما تنقلت في تجوالك على طول مساحة الوطن، فتختلف بين منطقة وأخرى تبعاً للولاء السياسي والانتماء الحزبي، ساعية إلى حث الناخبين على التصويت. فماذا يقول أهل الشارع في هذا الصدد؟ كلبناني هالشعارات بتشجعك أنه تنتخب لمصلحة فلان؟ هيدا طعم انتخابي، مش هيك؟ ننتخب وبصيروا يحبونا بأثناءها، أنا بدي بعدين. هيدي الشعارات بتقنعني، أنا ما كتير بتابع، يعني أنا صراحة معيشة برا وبتابع هونيكي، يعني هلأ في أكيد حملات انتخابية عم بتصير منتابع أكيد، لأنه في برامج بدنا نتابعها كرمال تنصوت لها، لأنه ما منصوت للأشخاص، منصوت للبرامج نحنا. كناخب لبناني شو بتطلب من هالمرشحين؟ شو بنطلب منهم؟ هني ما معروف كل شيء شو بده البلد، يعني شو بدي اطلب منهم؟ يعني قد ما اطلب العالم كله عم تطلب، ما حدا عم يعمل شيء. شو الماي، الكهرباء، الزباله بالطرقات، شو في؟ ما في شيء. على طول بيرقدوا قبل الانتخابات وبيجوا بيشتوكي ب 50,000 وب 50 دولار وبيعطوكي وكذا، وبعدين ما عادش بيعرفوك، عرفتي كيف؟ ما عادش، فما تنتخبي حدا افضل يعني. انا هذا رايي، ما بعرف رايي كيف، راي الصبايا راي الشباب. يعني هالشعارات ما بتقنعك؟ نحن بهمنا مصلحتنا، وين في شغلي، وين في افاده، وين في مصاري، وين راح يشتغل ويطلع مصاري. قصدنا الخبيرة الانتخابية ربيع الهبر لنقف على رأيه من ثقافة الشعارات الانتخابية التي تضلل المشادية هنا ومن ولاء الناخب في يوم الاقتراع. الولاء السياسي لأي حزب ولأي شخص ولأي مجموعة سياسية هو المعيار، والموبيليزاسيون خلق مومنتوم للتوجه إلى صندوق الاقتراع هو الحملة. يعني أنا ما بنسى أحدهم في العام 2000 بظل الاحتلال السوري، بأوج الاحتلال السوري، قام وقال نحن بدنا الاحتلال السوري يرحل عن لبنان. تاني نهار طلع الأول. الانتخابات النيابية فرصة للتغيير، مقولة يتحدث عنها البعض من أهل السياسة في لبنان على اختلاف مشاربهم، وثمة شريحة تؤمن بقدرة الناخب على إحداث الفرق والتغيير تحت مسميات الحراك المدني، إلا أن الشريحة الأكبر تجزم أنه ليس في يد اللبنانيين حيلة للتغيير. دراجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.